لم تمنع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مناطق ريف حلب وريف إدلب عزيز من ممارسة مهنته بتحميص الموالح والمكسرات التي دامت 10 سنوات تنقل فيها ما بين ريف حلب الغربي وريف إدلب بسبب القصف العشوائي على المدينة. ويقوم المعمل يوميا بتحميص كافة أنواع البذورات والموالح بأشكالها ويقوم بتوزيعها من محافظة إدلب وصولا إلى ريف حلب الشمالي. السلام عليكم. نحن نشتغل محمصة موالح، صرنا في هالمصلحة 10 سنين، 7 سنين بريف حلب الغربي، ثم انتقلنا صرنا 3 سنوات شمال إدلب. بنحمص بزر، فستق، قرن، مكسرات، نشتغل سكرية، نشتغل كافة موالح. الحمد لله رب العالمين، بعد ما تهجرنا من ريف حلب الغربي رجعنا هون، ظلنا نشتغل ونرجع نوقف على إجرينا ونكمل مصلحتنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله هون بنحمص ونغلف البضاعة وبننزلها على السوق عن طريق سيارة توزيع للمعتمدين محلاتنا، بنوزع من غربي إدلب لشمال إدلب لشمال حلب ريف حلب الغربي لمنطقة عفرين، والحمد لله رب العالمين، الله منعم علينا في هذه المصلحة.